الرئيس عبد الفتاح السيسي شاهد حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة معهد ضباط الصف المتطوعين، وذلك بمنطقة التل الكبير في الإسماعيلية. حضر حفل التخرج المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من الوزراء وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من الشخصيات العامة والكتاب والإعلاميين. مقاتلا من الطلبة الخريجين والعناصر المشاركة في الحفل من طلبة معهد ضباط الصف المعلمين من القسم الإعدادي والقسم المتوسط يصطفون أمام سيادتكم، يعلنون وبكل قوة مدى جاهزيتهم لتنفيذ أي مهمة توكل إليهم فداء لثرى مصر المقدس. معهد ضباط الصف المعلمين من سلح. كبير معلمي معهد ضباط الصف المعلمين لإعلان نتيجة التخرج. بعد إذنك يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. النتيجة النهائية للدفعة 153 ضباط صف معلمين. دفعة العريف شهيد أسامة سعيد فتح الله. صدق السيد رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة على نتيجة اختبارات الدفعة 153 ضباط صف معلمين. وكانت نسبة نجاح من تنطبق عليهم شروط دخول الاختبار 99.9%، والله ولي التوفيق. معهد ضباط الصف المعلمين كشفا سلاح. تسليم وتسلم القيادة. مطيع الأوامر قادتي، مطيع الأوامر قادتي، مؤمن بشعار العالي. إيمان إيمان. عز عز. فداء فداء. وهكذا تم تسليم القيادة من الدفعة 153 ضباط صف معلمين إلى الدفعة 154 ضباط صف معلمين، يحملون مشاعل النور لأجيال تتلاحق جيلا بعد جيل. وها هو علم المعهد برفقة القيادة الجديدة. وقد صدق السيد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على إطلاق اسم الشهيد البطل العريف أسامة سعيد فتح الله على الدفعة 153 ضباط صف معلمين. وقد لبى الشهيد نداء ربه في 5 يوليو عام 2014 أثناء قيامه بتأدية مهامه في تأمين كمين الجورة بالشيخ زويد والقضاء على عدد كبير من العناصر التكفيرية.